السلام عليكم. يعيش السودان والسودانيون لليوم السادس على التوالي كابوس معارك دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مشهد قد ينتهي بتبدد آمال السودانيين في رؤية بلادهم تنعم بنظام سياسي مدني مستقر على الأقل في المدى المنظور. سبق الاشتباكات التي اندلعت السبت توتر شديد على خلفية ضم قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دجلو المعروف أيضا بحميتي ضمها إلى الجيش تنفيذا للاتفاق السياسي بين القوى المدنية والعسكر في شهر آذار مارس الماضي. أعربت دول كثيرة عن رفضها القتال الدائر الذي أوقع أكثر من 300 قتيل مدني فضلا عن 3200 جريح ودعت إلى وقف فوري للقتال. لكن كل دعوات وقف الاشتباكات وكذلك الهدنة التي وقعت بين المحتربين سقطت أمام إرادة القتال التي تخفي رغبة في استيلاء قائد قوات الدعم السريع على السلطة بحسب رواية الجيش، ورغبة أشد فيما يبدو لدى قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في حسم سريع للصراع واستئناف الانتقال بالبلاد نحو حكم مدني تعددي كما يقول البرهان نفسه. الأسباب الجوهرية لهذا القتال وتأثيراته المحتملة على البلاد وسبل وقف المعارك والجهة القادرة على ذلك هو ما تبحثه حلقة اليوم من حديث العرب، فأهلا بكم. لا أحد يعرف حتى الآن من أطلق الرصاصة الأولى، لكن المؤكد أن أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم وفي العديد من مدن البلاد، ولا يزال الضحايا يتساقطون قتلى أو جرحى. البداية كانت خلافات بين الجيش السوداني الذي يقوده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. ومنشأ الخلاف كان خطة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش خلال مدة أقصاها عامان من تاريخ توقيع الاتفاق النهائي بين العسكريين والمدنيين، إذ رفض حميدتي تلك الخطة واقترح مد أمد عملية الدمج إلى 10 سنوات، الأمر الذي عطل توقيع الاتفاق لمرتين قبل أن تشتعل المواجهات. وبحسب مراقبين فإن خطة دمج قوات الدعم السريع في الجيش يعني بالتبعية خسارة نفوذ ومصادر تمويل تلك القوات التي تمول نفسها بإدارة مناجم للذهب في أنحاء السودان، وفقدان النفوذ والذهب قد يعني عملياً الإطاحة بحميدتي الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس السيادة. اللافت أن الجيش وقوات الدعم السريع يتصارعان على سلطة لا يملكان الحق فيها، بل إن الاتفاق السياسي الذي مقرراً توقيعه بداية الشهر الجاري كان يتضمن خروج العسكريين من الساحة السياسية، إلا أن ذلك في ظل ما يجري الآن بات من الصعوبة بمكان، كما بات من الصعوبة كذلك التنبؤ بمستقبل العملية السياسية في السودان. هو صراع على السلطة والنفوذ بحسب ما يراه محللون، صراع يحتدم دون النظر إلى مصالح السودانيين ومستقبل أبنائهم، وحين تنتهي المعارك بانتصار أحد الجانبين العسكريين على الآخر فإن الخاسر الأكبر في هذه الحرب هو الشعب السوداني. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو خالد الحسين الباحث والمحلل السياسي، وكذلك الصادق الرزيقي الرئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، كما يشاركنا عبر الهاتف من الخرطوم اللواء الركن محمد نعمة الله جبريل الباحث في الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، على أن ينضم إلينا لاحقا في هذه الحلقة. أهلا بالضيوف جميعا. أستاذ صادق، يعني إذا ما أردنا الحديث عن الأسباب الجوهرية والعميقة وخلفية القتال الدائر، ففي أي رحم يمكن أن يقال أن هذه المعارك تخلقت فيه؟ أولا يعني يجب أن نتحدث عن السبب الرئيس. أنا أعتقد السبب الرئيس في هذا الجانب هو الطموح السياسي لقائد الدعم السريع ومحاولة السيطرة على حميدتي. أي نعم، محاولة السيطرة على السلطة في السودان، لكن ذلك ليس منعزلا عن مخطط خارجي كان داعم لهذا الطموح وكان يعمل من أجل هذا الطموح، ثم تضافرت أسباب أخرى. هذه الأسباب الأخرى التي لكن تضافرت قبل الأسباب الأخرى أستاذ صادق، يعني الآن ألا تلحظ معي أن هنا يعني يمكن أن يحمل هذا الحديث ما تتفضل به حكم على النوايا؟ هل ثمة قرائن تشير إلى أنه طبعاً الرجل؟ طبعاً توجد قرائن كثيرة على هذا الجانب، ويوجد مشروع سياسي معد.
حجم التخطيط لهذه العملية العسكرية الدائرة في الخرطوم. يعني احنا تحشد أكثر من 10,000 سيارة مسلحة داخل الخرطوم، حشد ما يزيد عن 50,000 مقاتل داخل الخرطوم، عمل مزيد من التحصينات في الخرطوم، عقد تحالف سياسي معروف مع مجموعة قحط المجلس المركزي حتى يكونوا هم الداعم السياسي له. هذا التحشيد ومحاولة اختراق القوات ومحاولة السيطرة على المطارات منها مطار مروي، كلها شواهد كانت تؤكد أن المشروع السياسي الحوثي يجب عليه أن يستولى على السلطة أولا، وأن يمضي في مشروع تفكيك القوات المسلحة، لأن لا يوجد ضامن له لتنفيذ ما يريد إلا بغياب الجيش السوداني أو تغييب الجيش السوداني. فهذه كلها شواهد، وللرجل أكثر من مرة أكثر من حديث فيه إشارات، هذه الإشارات كلها تؤكد أنه سعي حسيس في هذا المشروع. طيب يعني في سياق الحديث نفسه عن الأسباب، هنا أسأل الأستاذ خالد، إلى أي مدى يمكن أن يكون الاتفاق السياسي ذاته الذي نص على إعادة هذه القوات إلى الجيش والمؤسسات العسكرية في الدولة هو سببا مباشرا أو غير مباشر في توليد هذه الاشتباكات، باعتبار أنه لم يلحظ الآليات وموازين القوى بين الأطراف العسكرية في البلاد؟ إلى أي مدى الاتفاق السياسي مسؤولية مباشرة عن هذه الاشتباكات؟ بالإضافة لما ذكر لك الأخ الرزيقي من أسباب، يعني كلها واحدة من الأسباب الأساسية في تفجير هذا الوضع، اللي هو زي ما تكرمت حضرتك من السؤال، من الاتفاق الإطاري. ويعني برضو عشان نكون برضو في الصورة والمشاهدين في الصورة، هذا الاتفاق الإطاري هو عبارة عن يعني مشروع خارجي بامتياز، برعاية المندوب السامي الموجود الآن في السودان. والمندوب السامي ده أنا أقصده، يعني أقصد الكلمة المندوب السامي لفولكر الموجود في السودان واللي هو مبعوث الأمم المتحدة. طيب أستاذ خالد، يعني نعم. قبل الذهاب إلى الخارج، فيما يتعلق بالاتفاق السياسي برأيك أنت كمتابع، لماذا الاتفاق السياسي؟ فولكر هو المعد والمنفذ للبرنامج الخارجي لإنفاذ المشروع الإطاري. طب أصبر لديك الفكرة. المشروع الإطاري هو لإعادة هذه المجموعة بتاعة الحرية والتغيير، المجلس المركزي، واللي هي عبارة عن مجموعة كلها عبارة عن كرازايات معدين إعداد كامل من الخارج لإنفاذ المشروع الخارجي. وهم فشلوا في الفترة الأولى عندما هندس لهم الخارج وسرقوا السلطة وحكموا البلد لمدة 3 سنوات، وفشلوا فشل ذريع ورفضهم الشعب السوداني، كان الانقلاب عليهم بواسطة البرهان. التخطيط استمر بواسطة فولكر لإعادة هذه المجموعة مرة أخرى، لأنها هي المجموعة المناط بها بإنفاذ هذا المشروع الخارجي. عندما جر الرفض الكامل بالنسبة للقوى الوطنية لهذا الإنفاذ لهذا المشروع، وده كان واضح بالقوى الوطنية واللي هي بتقود بصورة واضحة الكتلة الديمقراطية، واللي تمثل تجمع كبير جدا، ونجحت عند المحاولة إفساد إنفاذ هذا الاتفاق الإطاري الذي كان محدد له 3 تواريخ حددت، 1 أبريل 6 أبريل 11 أبريل لإنفاذ هذا الاتفاق برعاية فولكر بصورة واضحة جدا. الكتلة الديمقراطية استطاعت إنها تجيش الشعب السوداني رفضا لهذا الاتفاق، وتم الآتي يوم 4 أبريل قفل شرق السودان تماما، قفل يوم 4 و 5 أبريل المنطقة بتاعت شندي والشمالية، يوم 5 أبريل قفل العاصمة الخرطوم بصورة تمام. هنا انتبه المكون الخارجي إنه هذا المشروع لا يمكن أن يمشي بهذه الصورة، وأصبح الكلام بصورة واضحة جدا حتى من قوى الحرية والتغيير. ودي حق تصبر لي شوية عشان أوضح لك فيها. طيب التخطيط لهذا اليوم بالنسبة للحرية والتغيير أصبح يتكلم بصورة واضحة جدا، إذا لم ينفذ الاتفاق الإطاري فسوف تكون الحرب. ولاحظ أنه هذه قوة مدنية ليس معها الجيش، لأنها هي تقاوم الجيش، هي قوة مدنية وتقاوم الجيش، لأنه الجيش كان عنده موقف يعني ضد الموقف بتاع الحرية والتغيير في إنفاذ الاتفاق الإطاري المركزي. أو عليك البرهان المركزي نعم. إنفاذ الاتفاق الإطاري نعم. الخارج وعلى لسان يعني مسؤول أمريكي صرح بصورة واضحة جدا إنه بعد ما
وصل الاتفاق الإطاري لهذا الرفض بهذه الصورة، انفاذ الاتفاق الإطاري في السودان يوفق واحد من خيارين. نعم. الخيار الأول استخدام قوة عسكرية من الخارج، وأنا بنقول لك المعنى ما قاله المسؤول الأمريكي بقوة خارجية من الخارج، وقال هذا ليس ممكن الآن للشكل الموجود في المجتمع الدولي. وهو بيقصد في هذه المسألة إنه الأمريكان دائما ما بيقاتلوا بجنود، بيحاولوا يعملوا تحالف، ففي هذه الحالة لا يمكن يعمل تحالف، فقال التدخل الخارجي غير ممكن. الخيار الثاني، نعم. شوف دي مهمة بعدين أكد لك الكلام اللي بيقول لك الأخ الرزيقي في طموح حميتلي. نعم. الخيار الآخر استغلال الطموح لحميتي وأخوه في حكم السودان باستخدام قوات حميتي لإنفاذ المشروع الإطاري. طيب أستاذ، نعم. يعني ضيفنا يعني انضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم اللواء الركن محمد نعمة الله جبريل، وجدد الترحيب بكم اللواء محمد. يعني كعسكري وعلى الأرض لديك منظارك العسكري فيما يجري، في مراقبة ما يجري، هل كانت هذه الاشتباكات مفاجئة أو نتجت عن احتكاكات أو مفاوضات الساعة قبل الاشتباكات بين الجهتين، الجيش وقوات الدعم السريع، أم أنه جرى الإعداد لها وحضر وأعد لها جيدا؟ شكرا جزيلا، التحية لكم ولضيوفكم الكرام. أهلا وسهلا. أنا يمكن تابعت حديث ضيفكم الأخير، أتفق معه جملة وتفصيلا في كل ما قال يتعلق بالإطاري والتسير المحامين وإلى أن وصلت المسألة إلى ورشة الإصلاح الأمني. وأنا أفتكر الورشة كانت يعني ضد الأمن القومي في السودان، وكانت بدل ورشة إصلاح أمن عسكري كانت ورشة لتفكيك القوات المسلحة، كانت الورشة لتفكيك القوات المسلحة، وحتى مخرجاتها كانت تقسم القوات المسلحة وتجعل قوات الدعم السريع قوات مواجهة للقوات المسلحة. ما تم من تمرد هذا القوات المسلحة لم تكن تخطط له، وإنما كان يعني يخطط له الفاعل، وأصبحت الحرب أنا بسميها هي حرب بين الفاعل والبنية. الفاعل هو الايجنت والبنية هي الاستراكشر. الفاعل الآن فعل به من زي ما قال ديستون الكريم، أنه قالوا إذا لم توقع القوات المسلحة تقوم الحرب، ما هي أدوات المدنية للحرب؟ أدوات هذه القوات، وبالتالي هي أصبحت ايجنت لهؤلاء المجلس المركزي للتغيير، ومن خلفهم تخطيط تحدث عنه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بأن هذا تخطيط كبير استلت فيه دول، وكان ينبغي أن يستولوا على مطار مرعي. هل حددت هذه الدول الفاعلة المحركة من الخارج بالنسبة للجيش؟ أنا لا أتحدث عن، لأنه الناطق الرسمي سيخشى عن هذه الدول اسما ورسما بعد ما تنتهي هذه المسألة. هم ذكروا إريتريا، يعني لواء محمد، هم ذكروا إريتريا، الجيش السوداني ذكر أن هناك قوات أو هناك مساعدات إريتريا. أنا لم أسمع عن إريتريا. نعم، هي ذكرت. أنا لم أسمع. هي دول، هي أخي الكريم، هذا مخطط كبير وسيشرح هذا. طيب المخطط. طيب لو هذا الفاعل أصبح، نعم. تفضل. ايجنت اصبحت مطيه للعمليه السياسيه ومطيه لطموح السياسيين اللي هم الاربعه ومطيه للدول الخارجيه. طيب. لكن يوقع في شر اعماله. هذه العمليه عباره عن تمرد، والتمرد في القوانين واللوائح العسكريه يجب ان يحسم بالقوه.
طيب أو يسلم. سنأتي على ذلك سنأتي على ذلك بعد قليل لو أذنت لي لواء محمد. نعم، لكن أنا مضطر أن أعود إلى الاستوديو أستاذ صادق. يعني بعيدا، يعني كما لو أن الرمي وراء الحدود ورمي الاتهامات ما وراء الحدود تكون دائما كما الهروب إلى الأمام، أليس هناك اعتلالات في النظام العسكري الداخلي في السودان؟ أليس هناك إشكالات في بنية المؤسسة العسكرية وهي ربما امتداد لإشكالات النظام السابق؟ لماذا لا يتحدث عن الأسباب الداخلية الحقيقية وهو أدعى للحل مستقبلا؟ طبعا هذا حديث غير صحيح. لا يمكن أبدا أن تغفل عن أن هذا الذي يجري ضمن المخطط الاستراتيجي للسودان وضمن العوامل المؤثرة في الداخل السوداني. يعني كل ما يتعلق بالداخل السوداني أو المؤسسة العسكرية وإصلاحها، هذا كله حديث جاء في سياق العملية الخارجية وفي سياق المؤامرة الخارجية، لأن مسألة الإصلاح الداخلي للجيش مسألة غير واردة في تاريخ السودان. المؤسسة العسكرية مؤسسة منضبطة، قامت على نظم واضحة، قامت على نسق محكم جدا. إذا كيف تفسر قوات الدعم السريع وجود مؤسسة مثل الدعم السريع؟ يعني نسب، يعني وجود قوات مثل قوات الدعم السريع في كل العالم موجود، يعني يتم التعامل معه في كل العالم موجود. فأي لكن ينبغي أن تكون منضوية تحت الجيش وليس مستقلة. لا عنها. حتى كلها ما هو المشكلة الذي حدثت هو بعد ذهاب نظام الإنقاذ. كانت هذه القوات تعمل تحت إمرة الدولة وتحت إمرة القوات المسلحة، لكن بعد يعني الانقلاب على الرئيس البشير وثم الظروف التي نشأت تم تخصيص الدعم السريع بتعامل فيه تفضيلات كثيرة، وجد تسهيلات متعددة ودعمته جهات خارجية حتى لهذه اللحظة بالتحديد. لكن لا يمكن أبدا نحن كسودانيين أن نغفل عن أن هنالك أطماع خارجية، إما في تفتيت السودان وتقسيمه، إما السيطرة على السودان بحكم موقعه الاستراتيجي، حكم الجغرافيا والجيوسياسي والجيوستراتيجي في المنطقة، ثروات السودان الموجودة، وكبح جماح أي مما من شأنه أن يجعل من السودان في مسار النهضة دولة ناهضة ودولة متقدمة. لأن السودان يمتلك الكادر البشري، يمتلك الفرص المتاحة في أن ينهض السودان يكون كما كنا نتمنى أو كما ينظر إلينا الناس في السابق. هذا العمل الذي يدور في السودان توجد فيه الأصابع على يديه، بدليل أنك لو لاحظت في هذه الأيام الأخيرة حجم الاتصالات وحجم التدخلات ومحاولة إلغاء طوق النجاة الحميتي وإلغاء طوق النجاة لقوات الدعم السريع، المعلومات التي انتشرت الآن عن محاولات دعمه، محاولات إرسال إمدادات عسكرية له، العدو الصهيوني الآن كيف يتعامل مع هذه الأمور؟ تقصد حفتر في ليبيا والحفتر نفى اليوم رسميا، نفى رسميا. لا يعني لا، لكن هي موجودة، هي موجودة. يعني ابن حفتر كان موجود في الخرطوم قبل أيام وقابل حميتي في البيت وتم تكريمه داخل منزل حميتي. فلذلك نحن موقنون متأكدون أن المشروع الذي ينفذ في السودان هو مشروع خارجي، وأن قوات الدعم السريع تم توظيفها من الخارج. والدكتور خالد حسين ذكر لك أن المسؤول الأمريكي عندما تحدث حديث واضح في هذا الجانب. يعني أن تربط هذا المشروع بالخارج هذه هي مسائل واضحة لكل زعيمين. أما العوامل الداخلية كان السودانيين هم الأقدر على معالجة قضايا الداخلية، فالعامل الخارجي هو العامل الأساس في هذا الذي يجري. نريد أن نبحث إطالة هذه الحرب أو هذه المعارك وتأثيراتها على البلاد، نبحث هذا الموضوع بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن القتال الدائري في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسبابه الجوهرية وتأثيراته وسبل وقف القتال والعودة بالسودان إلى السلام الداخلي ولو نسبيا على الأقل. أستاذ خالد، يعني الجيش يتحدث عن موضوع دعم إريتري لقوات الدعم السريع، هذا يثير السؤال عن الجهات الخارجية المستفيدة
من اشتباكات واستمرار هذه الاشتباكات في البلاد برأيك؟ من هي هذه الجهات؟ أنا أفتكر هذا المشروع الذي يدور في السودان هو من الخارج أو إدارة من الخارج بامتياز. أخي الكريم، بعد ما تم التغيير في 2019 وكانت دي واحدة على الأقل في سؤالك في كلامنا عن المشاكل الداخلية، ودي أنا أفتكرها واحدة من الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة جدا الداخلية، السماح من بواسطة الفريق البرهان الفريق أول البرهان لهذا العبث بتاع البعثات الدبلوماسية الموجودة في داخل السودان. هذه البعثات كل منها أصبح يتحرك في داخل السودان، وأصبحت مصالح كل هذه الدول من غير استثناء تتقاطع في السودان، وهذا الذي هو أزم المسألة وتعقيد الموقف في السودان. الكلام بتاع أريتريا وذكرته، أنا إلى الآن لم أسمع تصريح مباشر أو من خلال متابعتي عن أريتريا، لكن أخي الكريم أنا بتكلم معك بصورة تفصيلية باحث ومتابع، وأتصل يعني أتحصل على كثير من المواقع وكثير من المعلومات، وحتكلم في المسألة دي بصورة واضحة جدا. شيء من الاختصار من فضلك، تفضل. نمرة واحد، كل القوى الموجودة بالذات في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الإقليم، الإمارات زائدا السعودية، قطر متأخرة إلى درجة ما، الحبشة، أثيوبيا، مصر، دي النطاق الإقليمي الذي يرتبط بهذه المسألة. الذي يقود بصورة سافرة هذا التغيير اللي هو الأمارات، ودي لو ممكن تفرد لنا حلقة كاملة نتكلم عن الأمارات والعلاقة بينها وحميتي، أقول لك معلومة مهمة جدا، إنه 2017 عندما كان التوتر بين السعودية والأمارات وقطر، كانت القوة المعدة لاستلام قطر هي قوات الدعم السريع، القوات المعدة لاحتلال قطر هي قوات الدعم السريع. التقاطعات بين المصالح الأمريكية والمصالح السعودية والأماراتية تتقاطع كذلك في داخل السودان. يمكن يكون الجهة الوحيدة اللي كانت داعمة إلى حد ما للجيش السوداني، ودي برضها لمصالحها، لكنها على الأقل تمشي مع الرغبة الوطنية العامة اللي هي مصر، باعتبار انه السودان زي ما بيتكلموا المصريين بصوره مستمره انه هو السودان هو الحديقه الخلفي بالنسبه لهم. فيبقى المساله الخارجيه والترتيب والاعداد، اقول لك برضه معلومه مهمه جدا، بمجرد ما ما ما, ما بدا حتى لا يكون، عفوا دكتور خالد، حتى لا يكون الامر عبثيا. نعم. لماذا الامارات تدعم من قوه الدعم السريع؟ ما الغايه من احداث شرخ في البنيه العسكريه السودانيه؟ الامارات لمجموعه من الاسباب، لكن بذكر لك اهم سببين. السبب الأول إنه الأمارات الطمع بتاعها في 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 الثروات الموجودة في داخل السودان. لكن الإمارات غنية ولا تحتاج إلى ثروات. ما دي مشاريع نحن، لأنه شاهدة إذا كان المينا بتاع بورسودان في البداية حاولت يعني تستلم ميناء بورسودان، لم يتم هذه المسألة. الآن عندهم مشروع معد بصورة جاهزة، وحتى وافق عليهم البرهان يعني المشروع لإنشاء ميناء بديل ولإنشاء مزارع بملايين الأفدنة. مش كده، حتى المقترح بتاع العمارات كان عندما حصل الصراع بين الحبشة وبين السودان، كان المقترح بتاع الأمارات إنه تدخلت وقدمت مقترح لإدارة الفشقة وتدير الأمارات، وتدي السودان نسبة معينة وتدي إسرائيل نسبة معينة. الأمارات ده أخطبوط، الأهداف طيب بتاعته مو بتاع الأمارات براها. نعم. المسألة الثانية، يعني الأمارات عداء التقليدي مع الإسلاميين ومع كل نسبة للإسلام. الأمارات تعتقد بأن الجيش الإسلامي هو الجيش بتاع الإسلاميين، وده كله السوداني. عبارة عن هوس. نعم، الجيش السوداني. لو كان الجيش الإسلامي ما كان أطاح بالبشير، واللي هو يعني إذا كان هو جابون لا يعني ما كان ممكن يطيح بهون. الأمارات تفتكر إنه لابد تصفية هذا الجيش، والجيش يحل محله الدعم السريع. فبالتالي طيب، كان التخطيط بهذه الصورة. أديك كلمة أخيرة عشان شايفك برضو دارت تنتقل لمحور آخر، إنه بمجرد ما يندرع هذا القتال، التصريحات في اليوم الأول حتى من أمريكا، نعم، إنه هذا شان داخلي، لأنه الخطة كانت موضوعة بأنه المسألة دي الدعم السريع، ودي بعدين لو لقيت فرصة بوريك إنه الخطة كانت كيف موضوعة عشان يستولى الدعم السريع كده. فكان الكلام حتى من أمريكا إنه هذا شان داخلي. طيب، بمجرد ما القوات المسلحة سيطرت على الوضع وأصبح الوضع يتحول في صالح القوات المسلحة، أصبح الكلام عن الهدنة
وعن التوقيف القتال وعن الوساطة. لكن نعم. الحديث الآن، وهنا أنتقل للأستاذ محمد في الخرطوم، الحديث الآن يعني عن فرضية أو إمكانية إطالة أمد الاحتراب الداخلي في السودان في بلد تنتشر فيه عشرات إن لم يكن مئات الحركات المسلحة، وهناك في شرق السودان وفي جنوبه نوع من التمرد. إلى أي مدى إطالة أمد الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع يمكن أن يؤثر على بنية المؤسسة العسكرية السودانية تأثيرا سلبيا، وأي تأثير يمكن أن نرى؟ أخي الكريم، العملية التي تمت هي عبارة عن تمرد، وتمرد ضد الجيش الوطني بواسطة ميليشيات. ومهما كلف الجيش الوطني ينبغي أن يكون الحل حسب هذا التمرد. ببساطة جدا، عقيدة الجيش تبنى على التراتبية والكفاءة وليس صلة القرابة، وبالتالي إذا يعني أزيحت قيادة القوات المسلحة تقوم قيادات أخرى حسب التراتبية. أما يعني هذه الميليشيا هي ميليشيا ليست لها عقيدة، عقيدتها حماية أسرة دبلو. وإذا الآن تغير دبلو راحت هذه الميليشيا. نعم. والآن نحن في السودان ينبغي أن نحدد مواقفنا، إما أكون مع الجيش أو مع الميليشيات. أي يعني زي ما الذين دفعوا حنيتي والذين يعني بشروا بهذه الحرب الآن بدوا تتفرجوا. لكن يعني في ظل هذه المعارك، في ظل هذه المعارك الدائرة لواء محمد، في ظل هذه المعارك الدائرة، أنت ترى أنه اليوم قتال وماذا غدا؟ إلى أين تسير البلاد؟ غدا حسم، وكل الجيوش التي تحدث عنها هي وقعت على ترتيبات أمنية، واليوم أعلن واحد منهم مناوي أنه لن نظل في حياد، لأنه هنا الآن يتبعون الجيش الوطني، ويجب أن يقف الجميع مع الجيش الوطني حتى لا يكون عندنا يعني جيشين متوازيين الذي وصف به العملية السياسية. المسألة الثانية أخي الكريم هي دي مسألة بتاعة وقت، ومسألة بتاعة يعني ظروف العمل الإنساني. الآن حسم المعركة يمكن في أقل من 3 أو 4 ساعات من هذه اللحظة، ولكن التكلفة البشرية بتكون عالية جدا. الآن منطقة القيادة العامة تتمرس فيها هذه القوات دفاعا عن قائدهم، ووضعت يعني المواطنين الساكنين دروع بشرية حتى أنه لا تستخدم القوات المسلحة، وبالتالي المسألة تدار بصبر وبنفس طويل، ولأنه لن تحكم القوات المسلحة ميليشيات. نعم. أي كلام عن لا للحرب ده يعني أنه لا لجيش واحد موحد. أي كلام في اللحظة دي، أي حد يتكلم عنه لا للحرب ولا تفاوض ولا نقاش ولا خلافه، هذا يعني أنه لا يريد جيش واحد. طيب هذا المتمرد هو يعني هدفه الأساسي أن يعتلي السلطة، لأنه رجل يعني ثاني رجل في الدولة. لماذا؟ طيب. هذه النقطة يقاتل رئاسته. نعم لواء محمد، هذه النقطة يعني باتت واحدة واضحة، لكن يعني لوحظ أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش مباشرة بعد اندلاع الاشتباكات عبر، وهنا أسأل الأستاذ صادق، عبر عن التزامه والتزام الجيش بالعملية السياسية وبنقل البلاد إلى هيئة مدنية تحكم البلاد بعيدا عن سيطرة الجيش.
لكن بالرغم من ذلك هناك شكوك من قبل المراقبين بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد بسبب هذا الصراع. ما وجهت ونجاعة هذه الشكوك؟ طبعا العملية السياسية في السودان الآن تكاد تكون انتهت، والاتفاق الإطاري تجاوزته هذه الأحداث. وأنا أعتقد أنه سينشأ واقع سياسي جديد في السودان بعد انتهاء هذه العمليات العسكرية وبعد القضاء على هذا التمرد، سينشأ واقع سياسي جديد. في هذا الواقع السياسي الجديد لابد أن نشير أن تمرد الدعم السريع لم يكن تمردا عسكريا، إنما كان هنالك داعم سياسي لهذا التمرد. ومن يتابع التصريحات ويتابع ما الذي يصدر عن هذه المجموعات هي كلها داعم لهذا التمرد. لابد أن تتم محاسبة كاملة على هذا الموقف، لأن الذين يعملون ضد الدولة الوطنية في السودان وضد الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها وضد الجيش الوطني، فأنا أعتقد أن العملية السياسية بتلك الكيفية باتت غير موجودة. كذلك تقتضي الأحوال، يعني حتى تستتب الأحوال في البلد، لأن الأحوال بعد هذا التمرد تحتاج إلى فترة طويلة حتى تتعافى البلاد. البلاد ليست من أولويات الآن هذا العبث السياسي الذي يتحدثون عنه. البلاد تحتاج إلى تأمين، تحتاج إلى انضباط كبير جدا. لكن يقول لك قائل أستاذ صادق أنه هذه الحجة التي ظهر من خلالها كل المستبدين في الدول العربية، لا هذا هو الواقع في السودان الآن. الآن الفوضى ضربت بأطناب، الآن يعني دمرت مؤسسات الدولة، ونحن في دول العالم الثالث نعلم جيدا يعني أنه بدون أن يتوفر الأمن لا يمكن أن تستمر الدولة، ولا يمكن أن تترسخ أي قيمة من قيم الحكومات المدنية. الآن نحن في وضع استثنائي، لابد لهذا أن نأمن الشعب السوداني أولا، وأن نوفر للشعب السوداني الخدمات والعيش الكريم. هذا هيئة سياسية منتخبة توفر له وليس الجيش. لا يوجد بعد. الشيء الثاني أنه ما هي القوى المدنية التي تريد أن تأتي إلى السلطة حتى تدير البلاد؟ القوى المدنية التي تتحدث في العملية السياسية كلها كانت ضد الجيش وضد وجود المؤسسة العسكرية. ولا يمكن نحن كسودانيين كمواطنين سودانيين أن نأمن أنفسنا ونترك أنفسنا رهائن عند هؤلاء، هم كلهم عملاء للخارج وكلاء للخارج. لا يمكن أن نترك السودان في هذا الجانب. إذا كان هنالك مشروع سياسي خارجي يريد أن يحقق أهدافه التي ذكرناها وذكرها الدكتور خالد، فمن الذي يعني من هو العاقل من الشعب السوداني الذي يمكن أن يضع رقبته تحت أسياف هؤلاء؟ طب إذا ما كان مثلا، دعني أتنزل معك في الحديث إلى إذا ما كان حميدتي دقلو هو مشروع خارجي، والقوى السياسية التي أبرمت الاتفاق مع الجيش الوطني اتفاقا سياسيا، يعني كما لو أننا نحن نتهم الجيش بأنه أيضا يتآمر على السودان باتفاقه مع الهيئة المدنية التي تعهد بأن يسلمها السلطة. كلنا اتهمنا قيادة الجيش في البداية أنها إذا مضت في هذا الاتفاق تكون فرطت في السودان وخانت السودان. الجيش صحيح وقع على الاتفاق الإطاري، أبدأ كثير من الملاحظات، وصدقت القراءات أن الجيش السوداني استبانت له الأمور قبل أن يقدم على توقيع الاتفاق النهائي. لذلك الجيش رجع إلى الصواب، ونعتقد أن الجيش الآن يصحح. لكن البرهان يقول أنه ملتزم بالاتفاق السياسي. يعني كل هذا في إطار التعامل، لأن هذه الحرب الاستهلاك الإعلامي يعني فيها ظروف سياسية مختلفة، فيها مجتمع خارجي يراقب ويتابع ويريد أن يتدخل ويجد ويبحث عن ذرائع للتدخل. فلذلك الجيش أيضا عندما يدير العملية العسكرية يدير الصراع السياسي أيضا، وجزء من الصراع السياسي هو أن تعلن أنك منفتح تجاه كل الآراء المطروحة. جميل دكتور خالد، يعني حقيقة الحديث عن التدخل الخارجي يعني واسع ومستفيد بين السودانيين، يعني وهذا رأي منتشر بكثرة في الجيش، وصرح أكثر من مسؤول في الجيش عن هذا الأمر. إذا ما كان هناك تدخل خارجي في السودان، فكيف يمكن الحيلولة دون تحول السودان إلى موطن أو ساحة جديدة ضمن ساحات وبؤر أخرى في العالم، ساحة للتنافس بين القوى الدولية؟ كيف يمكن؟ أقول لك يعني نقطة صغيرة، وسؤالي أنا مهتم بحصول عليه جدا، بجاوب لك ده بوحكة لأنه التحول السودان. لكن بالمناسبة حكاية أنه العساكر أنهم يستلموا السلطة أو الخوف بهذه الصورة أو هن أو يعني كلام من سؤالك السابق الأخر، أقول لك معلومة مهمة جدا.
الجيش السوداني في تاريخه لم يستلم السلطة كجيش، يعني جيش كجيش استلم السلطة ويستولى عليها، لم يحدث في تاريخ السودان. الذي حدث إن القوة السياسية في السودان وللأسف الشديد إنها هي التي تستخدم الجيش لاستخدام السلطة. حصل ذلك سنة 58 عندما سلم عبد الله خليل وهو حزب أمة كان رئيس الوزراء لعبود. في 69 عندما انقلب النميري باستخدام الشيوعيين، 89 الإسلاميين. الآن القوة الحرية التغيير تريد أن تستخدم حمايته وليس الجيش. دي المعلومة. يعني الآن الجيش كان وعبد الرحمن البرهان لا ينتمي إلى أي جهة، واللي هو جياشي، فبالتالي حكايته أنه هو يريد أن يستلم السلطة. القوة السياسية الداخلية تقصد؟ لا نعم نعم. إذن هذا يسقط فرضية الخارج مع التدخل الخارجي. إذا القوة السياسية الداخلية جوا القوة السياسية الداخلية التي أرادت تستخدم حميتي بدل الجيش لاستخدام السلطة. يعني استخدام القوة للوصول للسلطة ما بتجي من الجيش، ما بتجي من عسكري من الجيش بصورة ما لم يحدث في تاريخ السودان. نعم. بتحدم إن القوة السياسية هي الذي. لكن أنت الآن تلاحظ أستاذ خالد، تلاحظ ما يحصل في سوريا، ما يحصل في اليمن، صار ما يحصل في لبنان. نعم. كيف يمكن يعني إنقاذ السودان من أن يكون موطنا لمنافسة دولية؟ أتفق معك تمام. مش كده دل أنا الأخشى منه الآن، وكل حادب على أمر السودان يخشى من الآن. هذه القوة الخارجية عندما أرادت أن تنفذ المشروع بتاعها عن طريق الحرية والتغيير وعن طريق حميتي وفشلت، فبالتالي المخطط ودي حتكون الخطة بقى، المخطط لتفتيت السودان دوارد تماما. وللأسف الشديد إن كل الأسباب والمعطيات التي يمكن أن تسير في هذا الاتجاه، ودي كانت بوراها قوة خارجية منذ زمن بعيد. السؤال كيف يمكن حماية السودان من أن يتحول إلى بؤرة للتنافس الدولي؟ دي هل هناك رؤية لدى السودانيين لحماية البلد؟ للأسف الشديد إنه الآن السودان يدار بامتياز بواسطة القوة الخارجية وبامتياز معظم القوة السياسية الآن في السودان منحازة لهذا أو لذاك. صحيح في الغالبية من القوة الوطنية الآن استبلها بصورة واضحة، وبالتالي لا بد هذا الحدث الذي يتم الآن أن يتم فيه بين القوة الوطنية وهي واسعة جدا، ومن هذه وعبر قناتكم يعني لا بد من الإشادة بالمواقف الوطنية العالية جدا من الحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية واللي أصبحت كتلة واسعة جدا، واللي هي في كل هذه الصراعات كانت دعم للقوات المسلحة على الرغم من أنه فيها مكونات أساسية كانت في يوم من الأيام تقاتل القوات المسلحة. نعم. وزي ما ذكر لك سعادة اللواء الآن يعني مناوي واللي هو كان مقاتل وقائد بتحركة يتكلم الآن إنه هذا وضع لا يمكن يكون فيه الحياد، فبالتالي لا بد أن ينتبه موقف مسؤول. موقف نعم مسؤول. فلا بد أن تكون القوى الوطنية كلها مع القوات المسلحة. نعم. يستفيدوا من هذا الظرف الذي يعني أوجد حميتي وأوجدته القوة الخارجية. وأنا بفتكر إذا تم هذا الالتفاف من القوة الوطنية الكاملة، وزي ما قال لك الأخ الرزيقي إنه يعني مش يبقى المسألة في الدعم السريع واستئصال هذا السرطان أنا بسميه اللي هو الدعم السريع ويرجعوا لقواعده، لكن هذه القوة التي كانت تريد أن تستخدم الدعم السريع لهذه المسألة لا بد بعد يتم هذه المسألة يتم التعامل معها وفق القانون. لكن نعم. لكن أي حديث أستاذ خالد، أي حديث عن إنقاذ السودان من أن يتحول إلى بؤر التنافس الدولي، لابد من الحديث أولا عن وقف القتال، حسم القتال، وهو ما نبحثه إن شاء الله في الجزء الأخير من هذه الحلقة. وقفة أخيرة ونعود إليكم. أهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة. سريعا أذهب إلى الخرطوم، لواء الركن محمد، هل من الناحية العملية هل هناك فرصة لوقف المعارك الدائرة بين الجيش الآن وقوات الدعم السريع؟ ليست هنالك أي فرصة إلا أن تستسلم أو تهزم. هذا تمرد في القوانين العسكرية، نحن ما عندنا أي فرص أخرى من القوة التي تتمرد. لا وساطة، لا
لكن 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 لواء محمد يعني مزيد من القتال، يعني مزيد من الضعف للجيش وللبلاد، ومزيد من التدخل الخارجي، ومزيد من تعريض الأمن الاستراتيجي للبلاد للخطر. أخي الكريم، هذا مزيد لتقوية القوات المسلحة السودانية، ومزيد من الفرصة يعني إزالة البؤرة السوداء التي ظهرت على جدار القوات المسلحة السودانية، التي عرفت منذ أكثر من 100 عام بأنها منضبطة، بأنها تراتبية، بأنها يعني حاربت في المكسيك وحاربت في الحرب العالمية الثانية. وجود جسم موازي ماليشيا هذا صب في وجه القوات المسلحة السودانية وينبغي أن تزال، وهذه فرصة بهذا التمرد. وحسنا فعل السيد القائد العام، تم حل قوات الدعم السريع، انتهى الموضوع. طيب، قوات الدعم السريع كان لما قامت بقانون، قام قانون للشرطة الشعبية وللخدمة الوطنية هيئة العمليات، دي كلها قامت بقانون من خلال البرلمان. لماذا تحل هذه ويفضل الدعم السريع؟ نعم. الدعم السريع أنا أعتقد أنه أكبر مشكلة في التراتبية العسكرية، وهو لكن لواء محمد، يعني لواء محمد، إذا ما كان هناك فرصة لوقف القتال، لأن كل الذين يموتون على الأرض من الفريقين هم في النهاية سودانيون، إذا ما كان هناك فرصة لوقف القتال بين الفريقين فكيف يمكن أن يكون ذلك؟ يقتل القتال بالاستسلام، القوة اللي تمردت تستسلم دمار وقف القتال. يعني دقلو يعني حميتي يقول بأننا مستعدون لوقف القتال، لكن قائد الجيش يرفض ذلك. يعني هذا يعني ضمنا بأن الآن مستقبل البلاد رهن بإرادة شخص واحد. المبلغ ويستلم ويحاتم. وقف القتال ليس بالواسطات، في العسكرية ما في واسطة، هو تمرد، قانون واضح. نعم. إلا أن نغير التراتبية العسكرية ونغير الضبط والربط، وبالتالي بنكون غيرنا العقيدة بتاعة القوات المسلحة السودانية. الآن العقيدة بتاعة الدعم السريع هدفها هي حماية آل بدلو. الآن حمايتي إذا ذهب انتهى ما يعرف الدعم السريع، لكن برهان يذهب وصباشي يذهب وكل من في المسرح الآن يذهب، تبقى القوات المسلحة بقيادات طيب. جديدة. طيب، انا يعني حتى يعني اختم معك، و يعني تجنبا لوقوع اي مشكله فنيه في السودان الان، يعني الان بموازين القوى بين الجيش وبين قوات الدعم السريع، ما مدى قدره الجيش على تحقيق الحسم من دون خسائر بشريه كبيره تسلط ضوء العالم على السودان برايك، وكم يمكن ان يستمر الصراع في هذه المرحله؟ نعم، الجيش عنده قدرة أن يحسم هذا الأمر الآن خلال ساعات، ولكن القيد الاستراتيجي هو العامل الإنساني. القيد الاستراتيجي هو يعني أن لا يعني تحصل خسائر بشرية تجاه حرب متمرد. طب داني أتداخل معك أستاذ لواء محمد، معذرة، يعني القوات الدعم السريع بالآلاف، وهي كما تقول أنت متحصنة بالمدنيين، يعني إذا الجيش أراد أن يحسم هذا الأمر من دون إيقاع خسائر بشرية، نحن نتحدث عن سنوات من القتال معاً حتى يحسم. أبداً أخي الكريم، هذه الآلاف كلها سلمت. نحن نتكلم عن دائرة ضيقة اللي هي منطقة القيادة العامة. الآن كل الأمر حسم في كل المناطق. تمام. عاد منطقة القيادة العامة التي تمدرس فيها نعم قائد التمرد. طيب، فنحن لن نضحي بكل المدنيين في سبيل فرد واحد. طيب، هو مستعد لوقف القتال فليبلغ وليسلم نفسه.
طيب رؤيتك باتت لواء محمد، رؤيتك باتت واضحة، لكن لضيق الوقت دعني أستسمح منك وأنتقل إلى الاستوديو الآن. من الجهة إذا ما أريد لحل سلمي الآن وإعادة السلام النسبي إلى السودان برأيك، من هي الجهة المؤهلة لإحداث نوع من التوافق أو إنهاء هذا القتال بشكل يحفظ مكانة الجيش؟ أنا أعتقد أن السؤال المهم هو على ماذا يتم السلام كما قال اللواء. لا يمكن أن تتم تسوية في هذا الجانب، ولا يمكن أن قلت لك بشكل يحفظ، لا يمكن أن تعود الأمور كما كانت، لأن هذا كما ذكر أنه في النظم العسكري هذا تمرد، ولا يمكن التسامح مع التمرد ثم مكافأة التمرد على العفو أو التسامح أو غيره. إذا كانت حركة تمردت من الخارج ثم بحثت عن سلام يمكن، لكن هؤلاء تمردوا على القوات المسلحة، دمروا كثير من المنشآت، قتلوا كثير من المواطنين وكثير من الضباط والجنود، واعتدوا على مقرات أساسية مدنية يعني، وأدخلوا السودان كله الآن في هذه المشكلة الكبيرة. فلذلك أنا أعتقد أن هذه الحرب لن تتوقف إلا أن تحقق أهدافها، ولا توجد جهة داخلية أو خارجية تستطيع أن تحقق سلاما أو تقود مبادرة، لأن المبادرات الداخلية فشلت، والمبادرات الخارجية حتى مبادرة الاتحاد الأفريقي رفضها الجيش الآن، وطلب من الجميع أن لا يتدخلوا في هذه الأمور حتى تحسم هذه المعركة. لا توجد جهة الآن لا داخلية أو خارجية مؤهلة أن تحدث شيئا ما لم تحقق الحرب أهدافها. أختم معك أستاذ خالد، يعني دعني أنقل لك موقع إكسيوس وهو على سبيل الطرفة أو المفارقة ربما التاريخية، يقول بأن واشنطن تريد من إسرائيل أن تساهم في الضغط على الفريقين لوقف القتال، وهنا مكمن المفارقة والطرفة، أن يعني يؤول المطاف بدولة عربية كبيرة مثل السودان لديها مواقف كبيرة من القضية الفلسطينية، أن ينتهي بها المطاف إلى توسط الإسرائيليين الصهاينة للحل بين فريقين سودانيين مختلفين. ما مدى نجاح الصهاينة في إحداث توافق بين السودانيين المتقاتلين؟ والله للأسف الشديد أنه يعني استطاعت إسرائيل بواسطة محمد بن زايد مهندس التطبيع في المنطقة أنه تنشأ علاقات مع البرهان، وكذلك تنشأ علاقات مع حميتي. للأسف الشديد هذا الطرح الأمريكي يعني مأخوذ من الموجود في الواقع، لكن بفتكر أنه الآن القوات المسلحة أسمح الأمر بالنسبة لها بصورة واضحة جدا، وبفتكر أنه أي كلام يعني بيدور عن الوقف القتال والمفاوضات والحوار حيكون أسوأ إذا تمت هذه المسألة وتم وقف القتال وتم الحوار، أسوأ من الطريقة الأخرى إنه إذا استمر القتال. إذا استمر القتال يمكن يكون مع حركة متمردة، لكن تخيل أنت تريد أن تشرعن الآن لمشروع أجنبي بامتياز، وهذا المشروع الأجنبي عنده أدوات موجودة في الداخل الآن كلها يعني هي في طريقة للانهزام وانهزمت تماما من ناحية عسكرية. أفضل إنه يكون بعدين إذا كان في حوار، إذا حدث وإنه استطاع حميتي أن يهرب، وده برضها مستبعد، ويمشي يقول له قوات في الخلا ويقاتل في الخلا أو يقاتل في غابة، بعد ذلك يمكن أن يتم الحوار وهو متمرد أو هو يقود حركة من الخارج. لكن في هذا التمرد الآن الذي تم داخل المدن وداخل المدن والمشروع الأجنبي كامل مع مجموعة حزبية من الداخل تريد تستخدم هذه المجموعة كلها، لا بد أن تهزم ولا بد أن تحاكم وفق القضاء السوداني ووفق القانون العسكري بالنسبة للجهات العسكرية. بهذه الصورة يمكن أن يستقيم الأمر للسودان. نعم. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو الأستاذ خالد الحسين الباحث والمحلل السياسي، وكذلك الأستاذ صادق الرزيقي رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وكذلك عبر الهاتف من الخرطوم اللواء الركن محمد نعمة الله جبريل الباحث في الاستراتيجية والدراسات المستقبلية. كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة، وكل عام وأنتم في خير. إلى اللقاء.